إذن لمزيد من التعليق والمتابعة أكثر عن ضلوع ميليشيا حزب الله اللبنانية بالتعاون مع أفراد من أسرة الأسد في تصنيع المخدرات في سوريا، معنا هاتفيا من مدينة مرسين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار سيد غزوان قرنفل، مرحبا بك. إذن مع توسع تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط، ما الدور الذي تؤديه ميليشيا حزب الله وأيضا أسرة الأسد في توسيع هذه التجارة؟ تحياتي لحضرتك ابتداء. يعني الحقيقة حزب الله يملك خبرة وعراقة يعني في إذا جاز التعبير في زراعة الحشيش والإتجار بالمواد المخدرة وعبر العالم يعني، وهذا شيء معروف على مستوى عالمي، ويعتبر هو واحد من أهم مصادر تمويل هاي الميليشيا. اليوم توسع هذا النطاق لأنه يعني تواجده على الأراضي السورية وسيطرته على كثير من المناطق أتاحت له أنه يمارس هاي العملية ضمن الأراضي السورية بالتعاون مع عصابات السلطة الحاكمة اللي هي أصلا تغض النظر عن ما تقوم فيه من أعمال ومن جرائم من هذا القبيل، وصارت هي واحدة من أهم مصادر التمويل حتى لمنظومة السلطة الحاكمة في دمشق، يعني لأنه بسبب يعني العقوبات الدولية وبسبب نفط الموارد المتعلقة بالنفط وغيره يعني صار ممكن الاعتماد على هذا المورد الاقتصادي لدعم مجهوده الحربي في مواجهة المجتمع السوري. يعني بحسب تقارير صحفية فإن تجارة حبوب الكبتاغون مثلا تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، يعني وكما هو معلوم تدار هذه الأموال من هذه الميليشيات المذكورة ونظام الأسد، يعني ما الدور الذي يلعبه هنا أفراد من أسرة الأسد في هذه التجارة التي تقوم عليها ميليشيا حزب الله؟ يعني هن أصلا يعني أفراد من عائلة الأسد كانوا أصلا يقومون بأعمال التهريب ونقل المواد المهربة وإدخالها إلى البلد قبل حتى سنوات الصراع، يعني فكل شيء يتعلق بالدخان مثلا، يتعلق بالمخدرات، بالحديد اللي كان يعني حالة احتكارية في سوريا، كله يتم إدخاله بطريقة التهريب ليتجنبوا دفع الرسوم الجمركية اللي متقررة على ما هو مسموح استيراده، ولا حتى يتحصلوا على موارد إضافية فيما يتعلق بالمواد الأخرى اللي ما مسموح أصلا استيرادها. إذا هاي المنظومة الميليشياوية والمنظومة العصاباتية المافياوية اللي هي جزء من منظومة السلطة ووحدة من أدواتها في إقطاع المجتمع هي ضالعة وهي صانعة لهذا الموضوع يعني منذ ما قبل الثورة. فاليوم أن تتوسع عن شطة وأنه يتم ضبط أطنان من هذا النوع من المخدرات سواء في مصر أو عبر المعابر البرية في الأردن وغيرها من الدول، فهو أمر كتير طبيعي ولا ما لازم نتفاجأ فيه لأنه هو جزء من سلوك السلطة العام. يعني معهد نيو لاينز هنا للأبحاث في واشنطن أكد أن ميليشيا حزب الله تقف وراء بناء عدد من المعامل في سوريا لتصنيع هذه المادة حبوب كبتاغون وثم ترويجها وبيعها. هل هناك علاقة بين هذه التجارة التي أصبحت من موارد الميليشيا على ما يبدو وبين رعاية طهران لتلك الميليشيا؟ طبعا يعني في المؤدى رعاية طهران لهي الميليشيا ودعمها، أولا ما عادت تقدر طهران تقدم الدعم المالي الكافي كما كان سابقا لمنظومة حزب الله والميليشيات الأخرى كما كان سابقا يعني، فهذا بيكون أحد الموارد المهمة لتمويل أنشطة هاي المنظمات وهي الميليشيات. أما يعني في وجه آخر لهذا الموضوع اليوم أن ينتشر مثل هذا الأمر في سوريا، يعني المجتمع السوري غريب عن فكرة التعاطي وفكرة الإدمان، ويعني كانت حالات شاذة جدا موجودة في المجتمع، أما اليوم بكل أسف ينتشر يعني كالنار في الهشيم، وبالتالي
يراد على ما يبدو اخضاع المجتمع السوري بالكامل لهي الحالة، لهذا الوضع من قبل ايران لحتى تسهل السيطرة اكثر، يعني ترويض المجتمع السوري والسيطرة عليه يعني دينيا وعقائديا وعلى كل المستويات. إذا من مرسي رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار سيد غزوان قرنفل، شكرا جزيلا لك.